طيب، صباح الخير يا شباب. هتلاقي انت عندك على الموديل مجلد مضغوط اسمه CI examples، في يعني جمعت لك كل الامثله من يعني مصنفه بتصنيفات مختلفه، يعني هذه على الاناليتكس بتورجي لك كيف انه انت تطبق تحليل البيانات من البري بروسيسنج في البدايه للاستاتستكس كلاسترنج، تعمل كلاسيفيكيشن وبريدكتيف موديلنج ريجريشن، تمام. وفي عندك هنا ابلكيشن، في بعض التطبيقات اللي احنا عملناها زي مثلا الكاستمر انتليجنس، اخذنا شيرن بريدكشن قبل هيك، تمام. وفي الكاستمر سيجمنتيشن، ان انا بدي اعمل كلاسترنج للمستخدمين، تمام. فانت ممكن انه انت تطلع على هذه الامثله. في عندك الريتيل، هي للاسوسيشن رولز، ماركت باسكت اناليسيس، تمام. في عندك بيزك اكزامبلز، يعني بيشرح لك كيف انه انت تعمل بيلدينج داتا كلاسيفاير، كيف انه انت تعمل ريبورتنج، كيف تعمل انه فيجواليزيشن. ممكن انه انت تركز، يعني هحذف لك بعض الشغلات عشان انه انا اقلل لك الامثله اللي انت مش محتاجها بشكل كتير كبير، تمام. وفي عندك جزئيه متعلقه بالاي تي ال. الاي تي ال هي كل ما يتعلق بالبري بروسيسنج، بالاضافه للمثال هذا اللي هنا اللي احنا حكيناه في الاناليتكس اللي هي البري بروسيسنج اللي هنا. طيب، حكيت هنا في هذا المثال ايش راح تلاقي؟ راح تلاقي انه انت انه هو محمل البيانات انت عندك بهذا الشكل، تمام. وبعدين في عندك هنا حاجه اسمها ميتا نود. الميتا نود هي عباره عن نود بيكون جواتها نودز، يعني زي كانه انت بتعملها بلوك، لما بتيجي بتعمل عليها دبل كليك بفتح لك اياها، يعني هيو بشكل انه منفصل، فانت بتضيف فيها نودز بدل ما انت تضيف التفاصيل هذه كلها في البروجكت الاساسي عندك، خلاص بتجمعها في بلوك واحد او في نود واحد زي هيك. وهذا البيست براكتس عشان انه انت تبني بايب لاين. فبالتالي انت بتعمل البيزك ستيبس، انت عندك الستيب الاولانيه بتعمل لود، الستيب الثانيه بتعمل بري بروسيس، الستيب الثالثه بتعمل كلاسيفيكيشن، كل الشغلات النودز المتعلقه في الكلاسيفيكيشن بتحطها في نود واحده زي هيك. فهذه الميتا نود انت ممكن انه انت تلاقيها من هنا. كيف؟ عادي جدا، انت بتضيف النود زي هنا هيك، تمام، بتعمل عليها دبل كليك وبتبدا تضيف النودز عندك بهذا الشكل. صحيح، نعم، زي ورك فلو تاني بالضبط، تمام. فهي نقسم لك اياها هنا، انت في عندك نود ميتا نود للانسمبل ليرنينج، وعارف شو يعني انسمبل ليرنينج، تمام. معنى ذلك انه انت بيكون في عندك عده كلاسيفايرز وبتاخذ الفوت بيناتهم. في عندك ميتا نود للفيتشر سيلكشن، في عندك ميتا نود للسكورينج تحديدا، عندك هنا كروس فاليديشن، تمام. وفي عندك هنا اذر ميتا نودز انت ممكن انه انت تطبقها، تمام. هجيت هنا ايش عامل؟ عامل فيتشر سيلكشن، تمام. فهنا في الفيتشر سيلكشن انه بده يعمل سيلكت، يعني هنا الاستراتيجي او الخوارزميه اللي حيستخدمها. في عندك ممكن يستخدم جينيتيك الجوريثم، ممكن تاخذ استخدم الفورورد. بغض النظر عن طبيعه الفيتشر سيلكشن اللي انت بدك تستخدمها هنا، الفكره الاساسيه يعني هو بس يعني في عده طرق. موضوع الفيتشر سيلكشن انا ما شرحته، تمام، ما اعطيت لك اياه. فبالتالي انه هذه في عده طرق، يعني باختصار شديد الفورورد انه ايش بروح بيسوي؟
انه بروح ببدا انه بفيتشر واحد بشوف كيف الاداء، بروح بضيف فيتشر ثاني بشوف كيف الاداء، بضيف فيتشر ثالث بشوف كيف الاداء، وبالتالي بيقدر يقرر كل فيتشر انه راح يساهم في تحسين الاداء ولا لا، عشان ياخذ قرار انه يشيله او لا. الباكورد انه هو بيشتغل بشكل مختلف، انه هو بروح ببدا بكل الفيتشرز مع بعض، بعدين ببدا يشيل واحد. تحسن الاداء معنى ذلك انه الفيتشر هذا سيء. ايش؟ هذه اسمها فيتشر سيلكشن. تمام؟ شال الاتريبيوت، شال الاتريبيوت فتحسن الاداء، معنى ذلك انه الاتريبيوت سيء. لو صار البرفورمانس سيء معنى ذلك انه الفيتشر هذا كويس، خليه. تمام؟ فبالتالي انه بيقدر انه هو يحدد انه ايش هو الفيتشر. وفي جينيتك الجوريثم، موضوع الجينيتك الجوريثم راح تاخده في مساق الاي اي. تمام؟ بتشوف انه هو كيف فعلا انه بدور على البيست فيتشر باستخدام الخوارزميات الجينيه. تمام؟ فهذا البري بروسيسنج اللي مطبقه اساسا انه هو بيشتغل على 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 موضوع الفيتشر سيلكشن. فالفيتشر سيلكشن تمام، بس انه انا حبيت اوضح لك اياه هنا بشكل سريع، مش مطلوب منك انه انت تطبقه في المشروع، لانه اسمه فيتشر اليمينيشن وذ نايف بايس. تمام؟ هذا الاكزامبل بالضبط. في عند في الفيتشر سيلكشن في عندك كونفيجريشن، هنا في عندك هذه استراتيجيز للفيتشر سيلكشن، فورورد باكورد جينيتك راندوم. تمام؟ اسمها فيتشر سيلكشن لوب ستارت، لوب ستارت 1 تو 1. تمام؟ ايش الاعدادات يا دكتور؟ اول حاجه ايش نحط في الستاتيك كولوم؟ ايش نحط في الستاتيك كولوم؟ هذا دكتور بنحط لها الداتا بعد ما نعمل لها شكل كبير، صح؟ بعد ما نجهزها نعم. تمام؟ عادي حورجي لك البري بروسيسنج الثانيه. حكيت الستاتيك، انت قاعد جنبي وبتشوش علي، تتناقشوا مع بعض وقت بعد المحاضرة، اتفقنا؟ اجيت الاستاتيك هدول خلاص، هذا فيتشر انه ماست انكلود، يعني خلاص هذا الفيتشر ما تدخلوش ضمن الحسبة تبعتك، انه يكون انه انت بدك تدخله على الفيتشر سيلكشن. تمام؟ والفاريبل فيتشرز هنا او الفاريبل كولومز هنا انه حيختار بناتها بناء على الاستراتيجي اللي 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 هو حددها. تمام؟ طيب هلقيت نيجي للبري بروسيسنج الاساسي اللي انت بدك تعمله، واللي حتلاقيه وين؟ في امثله موجوده في الاي تي ال. في عندك هنا بيزك اكزامبل فلترنج اجريجيشن، حاطط لك اياهم ثلاث مستويات. في البيزك اكزامبل تمام، هيو حاطط لك انه الستاندرد بري بروسيسنج، ايش حتلاقي؟ انت عندك مطبق عده فلترز، هنا قرأ البيانات، هنا عندك رو فلتر، عندك هنا كولوم فلتر. تمام؟ في عندك ريفرنس كولوم فلتر، في عندك بينر نيوميريك بينر. نيوميريك بينر انه هو بيحول انت عندك من ارقام لرينجز. تمام؟ ممكن انه انت تطبقها مثلا على سبيل المثال على علامات الطلاب. فبالتالي كل واحدة من هدول انت بتقدر انه انت تعمل رن عندك وتشوف ايش الكونفيجريشن، وتقدر تشوف ايش الاوتبوت بعد كل واحدة. هي الداتا ست الاصلية. تمام؟ اللي هي الادلت للديت الادلت داتا ست. هنا تطلع لي هنا كم سجل عندك؟ 3000 او 32000 و600 و561، كم عمود؟ 15 كولوم. تمام؟ تعال اطلع لي هنا بعد ما طبق الرو فلتر ايش بده يصير معك. الرو فلتر الكونفيجريشن تبعتها انه هو ايش عمل؟ انه عمل فلتر على النيتف كانتري. تمام؟
وهنا انه only missing value matches، معنى ذلك انه هو فلتر الروز اللي فيها النيتف كونتري missing. فبالتالي انت تعال تطلع هنا ايش السجلات اللي بتطلع معاك. السجلات اللي بتطلع معاك عندك 538 و83، هدول انه النيتف كونتري فيها missing، تمام. فانت لو طلعت على الخيار هذا تقدر انه انت تسوي اوبشنز كثيره، تمام. بتقدر انه انت تسوي يعني هنا انه انت بتحدد ايش بدك تسوي، بدك تعمل انكلود ولا اكسكلود. اكسكلود معنى ذلك انه هو ايش حيسوي، حيحذف السجلات اللي فيها missing value، تمام. هذا الرو فلتر. الكولوم فلتر، تمام، انت بتطبق هذا الكلام على مستوى الاعمده. فانت تعال تطلع على الكونفيجريشن هنا، ايش بحكي لك؟ بحكي لك اعمل لي اكسكلود وانكلود، معنى ذلك انه انا بدي طير لي هدول الاعمده وخلي لي هدول الاعمده، تمام. ممكن انه انت تعمل هذه الشغله باستخدام وايلد كارد، انه انت على سبيل المثال كل الاعمده اللي بتبدا بكذا شيل لي اياها، كل الاعمده اللي بتنتهي بكذا شيل لي اياها، تمام. فبالتالي انه هنا فبدل ما كان انت عندك هنا عدد الاعمده قديش حكينا كم عمود 15، حيصير عندك هنا قديش بعد ما عمل اكسكلود لبعض الاعمده صار في عندك 9 اعمده، تمام. لاحظ هنا انه عندك النيتف كونتري، هذا كله علامات استفهام، هذا كله علامات استفهام لانه اللي قبلها عمل فلتر انه بس خلى عمل انكلود ل السجلات اللي فيها الكونتري النيتف كونتري ميسنج. فانت لو عملت هيك انه حيصير عندك العكس. فهيك انت صار يعني انه انت استخدمت الشغلتين الاساسيتين اللي هي فلتر على اساس السجلات وفلتر على اساس الاعمده، تمام. روح لي هنا على سبيل المثال على نيوميريك بينر. النيوميريك بينر انه هو عمل لك بيننج للايج، تمام، وراح حط الفئات. هي يضاف الفئات عندك انه حط لك من ماينس انفينيتي، تمام، بغض النظر عن الرقم اللي بيجي لك، ريح راسه ل 20 هذا اعتبره يانج، تمام، ومن 20 ل 50 اعتبره ميدل، ومن 50 ل ما لا نهايه برضه عشان يريح راسه ما يقولش انه اكثر واحد ممكن يعيش 120 بيطلع لي كمان واحد بصير يقول انا سيدي عايش 550 سنه، تمام. فهنا حط لا انفينيتي، فبالتالي انت ممكن تبع يعني تلعب في هدول الرينجز زي هيك. فهو بعمل لك بيننج للسجلات هذه. لاحظ الاوتبوت انت عندك للبنت ديتا، تمام، للايج هيغير لك اياها، صار هنا انه عمره متوسط، عمره صغير، عمره قديم، تمام. فممكن انه انت تطلع على هذه. انا بدي انتقل لك على وين، على الفلترنج. على الفلترنج هنا بعطي لك مثال بس مركز على الكولوم فلتر، نطبق في الكولوم فلتر كل الشغلات اللي ممكن انه انت تحتاجها، بعطي لك عليها مثال. تمام، هايو شارح لك هنا، كتب لك انه فلتر مانيوالي اول كولومز، تمام، ذات يو وانت تو كيب اند اكسكلود. فهي الداتا انه هو قراها، هي عباره عن السيلز ريكورد من 2008 ل 2011، تمام. ما دام انت عندك الرمزون شكله زي هيك، معنى ذلك انه انت ممكن انه انت تشوف، ما فيش داعي انه انت تعمل ريران ل وهذه شغله كثير مهمه، يعني انه هو بحفظ الرن نتيجة تبعت الرن انت عندك في الورك فلو. خلينا نشوف الكونفيجريشن اول. استثنى الكارد، تمام، وعمل انكلود لبقية الكولومز زي هيك. فانت ممكن انه انت تلعب فيهم، انت تقول انه خلي لي اياهم كلهم، او فانت ممكن تعمل مانوال سيليكشن هنا باستخدام الوايلد كارد، معنى ذلك انه انت بتقول له انه انا كل الكولومز اللي بتبدا بحرف السي، تمام، وحط لي نجمه، ايش صار انت عندك الكونتري والكارد بهذا الشكل. فممكن انت تعمل انه اعمل فلتر للاعمده باستخدام باترن معين، انه الاعمده اللي بتبدا اسمها
زي هيك. وممكن ان انت تعمل على حسب التايب. انت عندك انواع الاعمده، عندك string number تمام، والنمبرز في منها اللونج والانتجر والفلوت وبالاضافه للبوليان والديت اند تايب. فانت ممكن تعمل فلتره على هذا الاساس، انه خلي لي بس النمبرز، خلي لي بس السترينجز بهذا الشكل. فبالتالي ممكن انه انت تلعب في هاي وتشوف انت ايش النتيجه بتطلع معك. تمام، هذا كولوم فلتر ثاني انه مطبق فيه الوايلد كارد. تمام، فبالتالي انه كل نفس اللي انا عملت لك اياه غيرت لك عليها. تمام، وهذا عباره عن فلتر كولوم باي تايب. تمام، حدد انه بده كل النيوميريك والباقي كله ما بدوش اياه، فبالتالي انه عمل اكسكلود لاي حاجه مش نيوميريك. تمام، فبالتالي هذه بتسهل عليك انه انت على سبيل المثال بدك تطبق الكي مين، الكي مين ما بينفع الا للنيوميريك. تمام، فممكن انه انت تطبق الفلتر هذا قبل انه ما تدخل الداتا عليه. واذا بدك انه تدخل كل الكولومز وتستخدم ديستانس متريك مختلفه، استخدم كي ميدويد. تمام، هذا الكلام حكيناه في الكلاسترنج، فبالتالي باكد عليك انه انت تجرب الكي مين والكي ميدويد. الكي ميدويد هو عباره عن فاريشن للمين، انت بتقدر تحدد فيه الديستانس متريك، وعلى هذا الاساس بتقدر انه انت تدخل في السجلات تبعتك بس مش بس نيوميريك اتريبيوتس، ممكن انه انت تدخل كاتيجوريكال اتريبيوت. فهذا كل ما يتعلق بالكولوم فلتر. تمام، فانت الكولوم فلتر هنا ممكن انه انت تجيب لي نود زي هيك، تجيب لي تكتب فلتر. فبالتالي هي انت في عندك كولوم فلتر موجوده هنا. تمام، في عندك هنا ميسنج فاليو كولوم فلتر، فبالتالي انه هذه الفلتر مخصصه للميسنج كولومز. شوف لي الكونفيجريشن تبعتها، الكونفيجريشن تبعتها ما بيرضى انه هو يورجي لك اياها غير لما نشوف الداتا سيت. فبالتالي انه بالضبط هنا بيطبق انه missing value threshold 90%، معنى ذلك انه هذا الفلتر للكولوم فلتر انه بروح بشيل الكولوم على اساس missing value تحديدا. فبالتالي هذه نود مخصصه بس للmissing value. فبالتالي هنا بقول انه اذا كان الكولوم هذا 90% من القيم تبعته missing، معنى ذلك انه الكولوم هذا عديم الفائده بديش اياه. تمام، فانت ممكن انه انت تلعب في الثريشولد هذا انه 90% انه قديش نسبه الميسنج. تمام، تمام، هذه الكولوم فلتر الاساسيه اللي هي نفس هذيك اللي انت ممكن انه انت تطبق عليها زي ما حكيت لك اي خيار انت بدك اياه. تمام، انه انت تعمل مانوال سيلكشن او وايلد كارد او تايب سيلكشن. فبالتالي النود اللي مش موجوده هنا خليني اضيف لك اياها، ارجع اضيف لك اياها اللي هي تبعت الميسنج. تمام، عشان تكون موجوده ضمن الامثله اللي انا بدي اعطي لك اياها. قول قديش الحد الادنى للثريشولد ممكن تحطه لهذا؟ إيه انا بتصور انه هذا الكلام مرتبط بالسايز تبع الداتا سيت. على افتراض 8000. 8000 إيه انا بتصور انه لغايه 40% انه اوكي يعني. تمام، لانه انت السجلات اللي ممكن تكون ضايله موجوده عندك ممكن انه تعدي ال 5000، فبالتالي انه 5000 is good enough انه انت تبني فيها موديل. تمام، فبالتالي انت طبق لي هذا الكلام على كل الاتريبيوتس هذه، اي 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 سجلات اي اعمده فيها الميسنج فاليو اكثر من 90 شيل لي اياها. فخليني اعمل ران. تمام، دائما اطلع على هذه عشان انت تعرف ايش صار في النتيجه. انت تطلع هنا عدد السجلات 47 وعدد الأعمدة 6. تمام، السهم
47 و6 لانه هذه الداتا سيت اصلا ما فيش فيها ميسنج كثير. تمام. الكولوم كله بحذفه. تمام تمام لانه احنا قاعدين نشرح هنا في الكولوم فلتر. هل جيت في الرو فلتر هورجي لك انه انت كيف تحذف السجلات اللي فيها ميسنج فاليو. تمام. ضايل لك الرو فلتر هي الشغلات الاساسيه هنا. تمام. الشغلات الباقيه انا مش هخوض فيها بالتفاصيل. هل جيت هنا في الرو فلتر لاحظ انه حطيت لك نودز كثيره. تمام. فبالتالي الرو فلتر هنا انه all values in one column as a collection. فبالتالي هنا شوف الكونفيجريشن. تمام. ضمن التارجت كمان كيف؟ كل ضمن التارجت مش عارف الداتا سيت هذه ايش هي اصلا. هي السيل ريكوردز. سير ريكورد التارجت هي عبارة عن الكارد. تمام. انه احنا نعطي له كارد او لا. تمام. هنا طبق انه كل السجلات انه in one column as a collection. هنا only sales in Germany. فبالتالي انت شوف الناتج انت عندك. لاحظ انه الكونتري هنا فلتر انه in Germany. شوف الكونفيجريشن تبعتها. فبتلاقي انه هو عمل يعني النتيجة تبعت الاجريجيتد فاليوز انه تحتوي على الجيرماني. فبالتالي انه عملها انكلود. تمام. بس جيب لي اياها. تمام. فبالتالي انت عندك هنا زي ما انت شايف هذه كلها عباره عن رو فلتر. فبالتالي هذه سمبل انكلود، هذه وايلد كارد، هذه وايلد كارد مع اكسكلود. فلاحظ هذه ميسنج فاليوز. تمام. الفلتر بالنسبه للرو ممكن انت تطبقها بشكل اساسي زي هيك. تمام. وتقدر تختار انه انت اللي بتحتوي على missing value ايش تعمل فيها include او exclude. فبالتالي بهاي الطريقة انت فعلا ممكن انه انت تشيل missing value. تمام. work flow ايه؟ مش سامع. نعم. تمام. كيف النود اسمها ايش النود كرييت كوليكشن كول. مالها اجيت هذه الناتج تبعها انه هي بتعمل لك اجريجيشن لكل الكولومز. تمام. هي بتحط لك اياهم في سجل واحد زي هيك. فبالتالي انه انت عندك العمود الاول هيو برودكشن كوما تشاينا كوما 12 على شكل ليست زي هيك. هذه بتكون مفيده لو انت بدك تشتغل على الاسوسيشن رولز لانه هي بتطلع على هذه على اساس انه هي ترانزاكشن. تمام. كولوم كريت كوليكشن كولوم. كيف؟ مش سامع. عندك الفيديو حينزل. تمام. وانت قرب لي شويه اذا انت مش شايف. هذه طيب. وين الثلاثة؟ هذه الماتشنج انه انت بتعمل ماتشنج للفاليوز. تمام. هجيت الفاليوز انه انت بتعمل ماتش انه لسبيسيفيك فاليو انت حطيتها بتقول له انه انا في السجل انا عندي في انه هذا الباترن جيرماني انه يتضمن جيرماني مش اكزاكت ماتش. تمام. هذه يوز رينج تشيكينج ممكن انه انت تستخدمه انه انت على سبيل المثال بدك تفلتر الكاستمرز بين
10 بين 15 و20 مثلا على سبيل المثال، ممكن تستخدم هذا. هاي للميسنج تحديدا، فبالتالي بتعمل ماتش للسجلات اللي فيها ميسنج فاليو. هنا انت بتحدد ايش بدك تسوي فيها، تمام؟ هنا انه انت بدك تعمل انكلود للرو نمبرز او الرو اي دي، وهنا انه انت بدك تعملها انكلود او اكسكلود، تخليها او تشيلها. انكلود بدك تحتفظ بالسجلات اللي بتعمل ماتش للكريتيريا بغض النظر شو هي الكريتيريا، سواء كان ميسنج فاليو ولا رينج ولا باتر معين. او اكسكلود بدك تحذف ال يعني بدك انه انت تحذفها اللي بتعمل ماتش، تمام؟ صحيح. وكمان مره بدك تعمل ميسنج فاليو، بتختار هنا اونلي ميسنج فاليو ماتش، وبتختار هنا اكسكلود. صحيح. لا انت قصدك تبعت الكولوم، الكولوم ميسنج فاليو فلتر ممكن تستغنى عنها. صحيح، تمام. الاوتلايرز نفس الفكرة، حلقيت انت بتعمل يعني بتطبق هنا. نعم، واحد واحد يا استاذ، بس خليني يعني هيو انت في عندك نيوميريك اوتلاير، تمام، بعمل لك ايدنتيفيكيشن له، فبتروح بتطبق عليه فلتر اللي هو معلمه اوتلاير، بتروح بتطبق تحط وراه فلتر. وضحت؟ حاجات الناتج تبع هذا ايش بيطلع معك؟ مش سجل وفي عمود انه هو محدد اوتلاير ولا لا؟ لا. اه بيطلع شغلتين، بيطلع اللي هو الاوتلايرز على شقه، وبيطلع اللي هو اللي خالي من الاوتلايرز على شقه. طب ما هي يعني هذه بدون فلتر، انت مش محتاج فلتر، هي اوتلاير تريتمنت، تمام؟ فانت ممكن انه انت ايش تعمل؟ انه ريموف اوتلاير روز، تختار هذا الخيار، تمام؟ ايش يا استاذ السؤال؟ نعم نعم، بعد الاوتلايرز. نعم تمام. طيب حكيت هنا حتلاقي انت في عندك ادفانس رو فلتر، تمام، وهنا كمان على الرو فلتر كمان في ادفانس، فهتلاقي انت في عندك امثله اضافيه على الرو فلتر، ممكن انه انت تطبقها وتطلع عليها لحالك، تمام؟ اوكي، فهي يعني كل ما يتعلق انت عندك في البري بروسيسنج. انت موضوع الاجريجيشن وموضوع انه انت تعمل جوين، هذا في حال انه انت لو كان عندك سي اس في، ملفات سي اس في، اكثر من ملف سي اس في، ممكن انه انت تعملهم جوين مع بعض، او تعملهم كونكاتينيشن او اجريجيشن مع بعض، فانت مش محتاجه، تمام؟ فاطلع لي هنا على الترانسفورميشن، تمام؟ انا حطيت لك اياه لانه مفيد انه انت تطلع عليه، الجوين والكونكاتينيشن، لكن مش هتحتاجه في المشروع لانه انت عندك ملف واحد، تمام؟ هنا اطلع على الترانسفورميشن، في عندك هنا هاندل الميسنج فاليو، تمام؟ في عندك هنا كيف؟ هي طرق مختلفة للميسنج فاليو، تمام؟ هاي انت عامل ريد للديتا، هاي طريقة لتعامل مع الميسنج، هذا الكولوم ميسنج، فبالتالي انه هذا الورك فلو يعني في تكرار من نورس مرت علينا، ولكن انه هو بس مركز على موضوع الميسنج، تمام؟ كيف؟ هذا في هذا النود انه الميسنج فاليو للنمبرز استبدلها بالمين، والسترينج استبدلها بالموست فريكوينت، تمام؟ صحيح، لكن انت على سبيل المثال لو عندك 30% فيها ميسنج، مش بتقدرش تحذفها، يعني ممكن انه انت تستبدلها. الافضل انه انت تستبدلها. في عندك خيار هنا انه انت تعمل ريموف رو، تمام، ولكن الافضل انه انت تعمل ريبليس. عاده الريبليس في الـ في الـ في الـ في النمبرز تستخدم المتوسط، والسترينج او الكاتيجوريكال تستخدم الموست فريكوينت. هذا هنا عمل ريبليسمنت للميسنج فاليو، تمام. هنا راح
عمل ريموف للميسنج فاليو، الكولوم اللي فيه اكثر من 10% عمل له ريموف. تمام؟ طبعا هذا الميسنج فاليو هذه عباره عن موديل بتطلع لك اياها، انه هنا عمل لك ابلاي على الداتا سيت كمان مره عشان انه هو يطبقها. تمام؟ فهي الترانسفورميشن اللي انت ممكن انه انت تسويه. هذا ترانسفورميشن على سبيل المثال فايل باث اكسبريشن، انه هو طلع اسم الملف من الباث، اسم الملف من الباث، فبالتالي هو اخذ سبسترينج. فانت ممكن تطلع عليه وتقدر انه انت على سبيل المثال لو عندك سترينج اتريبيوت بدك تعمل اكستراكت لسبيسيفيك انفورميشن من هذا الاتريبيوت تطلع على هذا المثال. مش هشرحه بالتفصيل يعني، تمام، عشان انتيح الوقت، انه انا بدي اشرح الاسوسيشن، تمام، وبدي اشرح السكوررز، نمر عليهم بشكل سريع لانه ضروري جدا عشان انه تشتغل عليهم. طلع لي هنا لو انت الداتا سيت تبعتك فيها ديت اند تايم، فيها عمود للتاريخ، فبالتالي هنا انت ممكن انه انت تتعامل مع التاريخ انه تعمل ترانسفورميشن. في عندك نود اسمها string to date بالضبط، فانت ممكن تطبقها، بيروح معمل لك هاندل للشغله هذه. في مثال ايش اسمه يا استاذ؟ string manipulation. رقم الكانتري على الخريطة، في قصدك الخط الطول وخط الأحداثيات. ممكن تلاقي حاجة جاهزة، بتروح على النايم هاب، تبحث هناك بتلاقي في نود ممكن تعمل لك الكلام هذا، بتوفر عليك وقت. تمام؟ هاجت؟ نعم. حكيت انت اذا كانت الاوتلايرز كتير فهي مش اوتلايرز. كيف؟ بيكون انت في عندك باراميترز في الالجوريثم انه يعني بدك تلعب فيها عشان انه فعلا يحدد الاوتلايرز. كيف؟ ايش ما هو على حسب الخوارزميه تبعتك، انا مش يعني الخوارزميه انه انت بدك تطلع هنا على الاوتلاير. في انت عندك هذا الباراميتر اللي هو الكي، تمام، وفي عندك الكوارتايل كالكوليشن، هنا في عندك ار 4 بدك تلعب في هدول الاثنين. تمام، حاول توسعهم شويه. انا ما شرحتش خوارزميات اوتلايرز، فبالتالي هذه عباره عن باراميترز في الاوتلاير الجوريثم بدك تلعب فيها عشان انه انت تحدد ايش هي الاوتلاير. دكتور انا عندي سعر البيت بالملايين، تمام دكتور؟ ايش المناسب؟ المناسب والاسهل انه انت تفترض انه ما فيش اوتلاير وتريح راسك من الموضوع هذا، وانه موف فورورد يعني، وانت برضه ريح راسك من الموضوع. تمام، لانه انا خلاص بدي المشروع طبقه على الشغلات اللي انا شرحت لك اياها. يعني بيت حضرتك مليان بتوقع مليان 5 سنين، يمكن في كنز. جرب خوارزمية ثانية. خلينا نحكي على المشاكل تبعت المشروع بعد المحاضرة، تمام؟ خليني أخلص الشرح اللي أنا بدي أشرحه، تمام؟ طيب، هيك خلصنا موضوع الترانسفورميشن.
بدنا نيجي للاسوسيشن رول. الاسوسيشن رول وين ممكن تلاقيها؟ لو سمحت يا استاذ. في عندك في الابلكيشن هنا البيلد للاسوسيشن رول، تمام؟ فانت عندك هنا هذه عباره عن ميتا داتا، عشان انه انت ميتا نود، عشان انه انت تعمل لود للداتا، تمام؟ تعال طلع شوف ايش فيها جوا. فانت عندك هنا عمل لود للترانزاكشن نفسه، تمام؟ زي ما انت شايف الترانزاكشن هنا انه الكاستمر اشترى الايتم 224، الايتم 80، الايتم 109، تمام؟ بدك تشوف الايتمز هدول ايش هي، في عندك اياهم في ملف مختلف. فالايتم 0 السعر تبعه هالقد، وهو عباره عن سويس تشيز، تمام؟ جبنه سويسريه، تمام؟ كيف يعني بدك تحوله لارقام؟ ما هي انت عندك الترانزاكشن هي عباره عن يعني نمبرز اي ديز، تمام؟ اللي هو نفس الترانزاكشن اللي احنا درسناه في النظري، تمام؟ موجوده جاهزه انت عندك، يعني هي معموله لود في الملف، موجوده جاهزه. اذا انت بدك تعملها بتروح تستخدم انت عندك ال الكولوم كوليكشن، التول اللي احنا ورجيتك اياه. ايش هم؟ اي اتريبيوتس، اي قيم، قيم وين؟ اي قيم من هدول اللي انت بتحكي عنهم؟ قيمه العمود الثالث مثلا، هذه كاتيجوري. طب ما هي انا عندي الاي دي، وانا بقول لك انه الكاستمر اشترى الايتم 0 او اشترى الايتم 80 او اشترى الايتم كذا، فبالتالي انا عندي انكلود للايتم نمبر، فبالتالي انا عندي نمبر يعني جيت عندك البيوت مثلا السيتنج، خلي الاسئله على المشروع تبعتك بعد ال شوز. تمام؟ اوكي؟ طيب حكيت بعدين حتلاقي انه هو طبق اسوسيشن رول، البارامترز اللي موجوده عندك، تمام؟ حيو شايف هي عباره عن كولوم كوليكشن، تمام؟ زي ما انت شايف طبقها على هذه وحدد انت عندك المينيموم سبورت وحدد انت عندك الكونفيدنس، هذه البارامترز اللي انت بدك انه انت تتعامل معها، تزود وتنقص فيها، تمام؟ وبعدين هنا بده يعمل عندك ترانسليشن للانتيسيدنت بهذا الشكل، فبالتالي انه بده تطلع عندك رولز بهذا الشكل. حكيت حورجي لك الميتا نود موجوده جوا، تمام؟ فهذه عباره عن الرول اي دي، الانتيسيدنت اللي هي الجزء اللي بيكون قبل السهم في الاسوسيشن رول، تمام؟ والكونسيكوانت هاي الكونسيكوانت، تمام؟ هاي الاي ديز تبعها، تمام؟ فبالتالي اذا اشترى، معنى الكلام انه الرول بتقول اذا اشترى هدول الايتيمز يفترض انه انت تعمل له ريكومنديشن لبلو بيري، تمام؟ هاي الفكرة في الموضوع. طبعا هذا الكلام انه انت طلع معاك من خلال انه انت عملت عدة تحويلات زي ما انت شايف هنا، عشان رجعت الاي ديز اللي طلعت. فهو الاسوسيشن رول يفترض انه هي تطلع اذا اشترى ايتم 80، يفترض انه هذا بيؤدي انه كمان يشتري ايتم 173. اللي سواه هنا في كل هذا النودز اللي بيسويه، راح عمل جوين وجاب معلومات البرودكت نفسه، تمام؟ وجاب انه اذا اشترى بلو بيري معنى ذلك انه انت بدك تعمل له ريكومنديشن
لسويس تشيز مثلا على سبيل المثال. فبالتالي انت ممكن انه انت تعمل فيجواليزيشن لبعض الرولز للتوب رولز انت اللي موجوده عندك هنا بناء على على سبيل المثال الليفت سكور. فانت ممكن تعملهم سورت على سبيل المثال الرولز اللي اعلى شيء، فانت ممكن تعرض بعض الرولز اللي موجوده انت عندك هنا. طبعا هنا ابلاي اسوسيشن رول انه هو اللي راح طبقها على باسكت جديده. تمام، في الباسكت هذه تعال تطلع انت هذه الكرنت باسكت. تمام، اشترى هدول الايتيمز، ايش اعمل له ريكومنديشن او ايش انه هدول ايش الكونسيكونت تبعتهم. فبالتالي بناء على هذا الترانزاكشن راح تلاقي انه انت عندك هاي ريكومنديشن واحد وهي ريكومنديشن اثنين. فبالتالي تطلع لي هنا على الريكومنديشن هذا بده يعمل له ريكومنديشن لايش؟ لهذا المنتج. تمام، وهذا الريكومنديشن الثاني بتلاحظ انه هو نفس المنتج. هي محولة وجاهزة، انت بدك تعمل تحويل لإلها. لقيت التحويل انت ممكن ايش تلاقي؟ تلاقي انت عندك هنا مثال، في عندك راح ضفت لك مثال له علاقة برضه نفس الفكره بطبق اسوسيشن رول. فانت عندك هنا انه هاي بورجي لك كيف انه هو يحضر البيانات انت عندك عشان يطبق الاسوسيشن رول. فبالتالي هذه ميتا نود انه بطبق من خلالها انه اسوسيشن رول. فانت ممكن تطلع على المثال هذا وتحاول انه انت تقلده من ناحيه الاسوسيشن رول. فجيت الداتا سيت الاصليه الاساسيه اللي موجوده انت عندك. تمام، انه انت عندك هنا اليوزر ارتست. اليوزر ارتست هي عباره عن انه كل مستخدم، تمام، هاي اليوزر اي دي هذا بيستمع للارتست هذا، نفس اليوزر اي دي بيستمع لارتست ثاني. فانت عندك هنا اسوسيشن زي الفيديو تبعت اليوتيوب، انه انت كمستخدم شفت هذا الفيديو، شفت هذا الفيديو، هذا الفيديو عملت له لايك، هذا الفيديو عملت له ديسلايك. فبالتالي عندك مجموعه الترانزاكشنز موجوده بهذا الشكل. تمام، فانت ممكن انه انت تعمل سيلكت لبعض الاتريبيوتس وتحاول تطبق عليها اسوسيشن رولز مش كل الاتريبيوتس. هاجيت انت عندك الملف الثاني ايش في انت عندك معلومات الارتست. فبالتالي الارتست الاي دي تبعه واحد، ايش اسمه، ايش اليو ار ال، ايش البيكتشر تبعت الالبوم تبعه او البيس اوف ميوزك. وبناء على هذا الكلام انه انت عملته زي هيك. في مثال كمان على على الاسوسيشن رولز، لها علاقة بالمطاعم هذه النيكست اسوسيشن. هذه بده بعض الاكستنشن انه انا انزلها. تمام، فبالتالي انه انا ما عنديش اتصال بالانترنت حلقيت، فبالتالي انه بغض النظر. فبالتالي انت عندك هنا مجموعه يعني من الترانزاكشنز الخاصه بالمطاعم، فهنا بيعمل بريدكشن للنيكست ريستورانت بناء على هذا الكلام. اوكي، ايش سؤالك يا استاذ؟ انا عندي هنا قيم اليومري، كيف بدي بالنسبه للاسوسيشن رول؟ انا عندي، مش احنا اخذنا في المحاضر النظري لو كانت النيومريك انه انت بدك تحولها ل ل ل, ل... كاتيجوريكال. ارجع للسلايد، حقيت هنا عندك في السلايد احنا اخذنا اكثر من مثال لما يكون في عندي كاتيجوريكال او حتى نمبرز كيف بده يكون انا عندي الوضع. فحكينا ضربنا هذا المثال، هذه عبارة عن structured data set عادية. فبالتالي كيف انه انت بدك تحولها؟ بدك تحولها انه بدك تعمل expansion للأعمدة انت عندك، ومرة بتحط yes ومرة بتحط no بهذا الشكل. تمام،
ولو كان عندك نيوميريك فانت بتعمله لتو رينجز وبتحط قبالها ترو او فولس. تمام؟ انت بترجع تسال سبيسيفيك فاليوز للمشروع تبعك تحديدا بغض النظر لانه عندي الارقام عاليه جدا بالملايين. بس انا على مثلا على المين على المتوسط كان مثلا متوسط من صفر لهذا يعني من المتوسط هي ريال من المتوسط ماكس هي ريال حاجين. انت مثلا على سبيل المثال لو عملت كلاسترينج انت فلايت تمام وهو هاوس برايس نفس الاشي انت عملت كلاسترينج فبالتالي انت لو انت قلت والله انا بدي اعمل ثلاثة كلاستر بدي انا بتخيل انه اسعار البيوت ثلاث فئات لو انا في عندي دومين نوليج تمام بعد ما انت فهمت انه شو طبيعة التسعيرات انت عندك للرحلات الجوية. الرحلات الجوية اربع فئات ثلاث فئات فانت بتعمل كلاسترينج. الكلاستر الاول ايش المين تبعه بالنسبة للبرايس، الكلاستر الثاني ايش المين تبعه، الكلاستر الثالث ايش المين تبعه، وبناء عليه بتقدر ترسم يعني او تتخيل انه مجموعة من الرينجز بهذا الشكل. تمام؟ تضحط؟ كيف؟ انت يعني ممكن تعمل على اتريبيوت معين، وهذا كلام احنا شفناه في مثال انه انا طبقت على الايش فقط. تمام؟ اوكي؟ كيف؟ صحيح ممكن تعمله ثلاث قيم او اربع قيم بناء على الدومين نوليج تبعك. تمام؟ شباب اللي بده يطلع توكل على الله. أنا بدي كمان سبع دقائق أشرح لس يعني الإيفالويشن بس خمس دقائق أوكي؟ طيب فجيت اخر نقطة انا بدي احكي فيها هو موضوع حكيت انا عندي الايريس داتا سيت هنا عملت لها بارتيشننج تمام وحكينا انت عندك في البارتيشننج ايش بدك تسوي لو كان عندك في كاتيجوري بدك تختار ستراتيفايد سامبلينج ما كانش عندك التارجت عبارة عن نيوميريك تختار draw randomly تمام؟ بعدين بدك تضيف classifier تمام؟ وممكن أضيف كمان classifier تمام؟ ومن كل واحدة منهم بدك تضيف البريدكتور عشان انه يعني decision tree predictor وكمان naive bias predictor فبالتالي اوكي حكيت انت عندك هذا الجزء يفترض انه انت تعطيه لل naive bias والجزء الثاني انت تعطيه لل predictor وهذا الكلام ممكن تطبقه هنا بهذا الشكل. كيف؟ ماشي ما انا بدي اورجي لك انه انت عندك الناتج هنا عباره عن ايش؟ الناتج انت عندك هنا السبيشيز والبريدكشن تمام؟ وهنا نفس الشيء بالنسبه للكلاسيفاير الثاني انه بهذا الشكل، فاكيد انت ايش هتحتاج؟ هتحتاج لاحظ انه انت عندك هنا في الريكومندد نود ايش جاب لك؟ جاب لك سكورر فانت ممكن اخذ سكورر واخذ منه نسخه زي هيك. كيف؟ ممكن ايش؟
الريكومندر، الريكومندر بناء على الورك فلو تبعك، تمام، بقدر يقول لك انه ايش النود اللي فعلا انه هي ميسنج بناء على اليوزج تبع المستخدمين كلهم تبعون النايم. تمام، هقيت انت عندك هنا بتختار الاعمده يا استاذ، تختار الاعمده تبعتك انه السبيشيز مع البريدكشن تبع السبيشيز بهذا الشكل. تمام، فهي اكسكيوت بتقدر تشوف شغلتين، الستاتستكس الاكيوريسي، تمام، جاب لك الاكيوريسي لكل كلاس، تمام، بالاضافه ل يعني انت عندك هنا هي الثلاثه كلاسز هدول، جاب لك الترو بوزيتيف فولس بوزيتيف، ترو نيجاتيف فولس نيجاتيف، تمام، والبريسيجن والريكول والسنسيتيفيتي والسبيسيفيتي والاف ميجر والاكيوريسي، كل هاي القيم جاب لك اياها، جاب لك اياها ل كل كلاس، تمام، فهذا الاف ميجر تبعه واحد، معنى ذلك انه هو دقيق فيه اكثر شيء، تمام، هذا 95 هذا 94، انت عندك كاوفر اول كافريج هاي الاكيوريسي لإلك، تمام، فانت ركز لي على القيم المتريكس اللي انا شرحتها في المحاضره، ابرزها هنا. كونفيوجن ماتريكس، تمام، هاي الكونفيوجن ماتريكس زي ما انت شفت انه انت ايش جايب لك السبيشيز مع البريدكشنز تبعتها، تمام، فبالتالي ما دام انه هو حاطط سبيشيز سلاش بريدكشن، معنى ذلك انه اللي هنا هدول البريدكشن واللي هنا هدول هم الاكشوال، تمام، يعني على سبيل المثال السبيشيز انا عندي عامل بريدكشن لتسعه وغلط في واحد، تمام، لاحظ انت عندك هنا 10 10 هذا كلهم جابهم صح، هذول جابهم صح، هنا غلط في واحد، يفترض انه يكون فيرجينيكا ولكن عمل له بريدكشن على اساس انه فيرتيكال، تمام، فهذول الشغلات اللي انت بدك تورجيها هنا، هذا كلام بدك تطبقه هنا على كيف؟ صحيح، نعم، فانت الكونفيوجن ماتريكس هنا انت عندك الكلاسيفاير الثاني انه غلط في شغله ثانيه في الكلاس الثاني مش في الفيرجينيكا، فبالتالي انه النتائج تبعته انه ممكن تكون انه مختلفه بهذا الشكل، تمام، كيف الريجريشن، بالنسبه للريجريشن ممكن انه انا اخذ داتا سيت واحمل اللي موجودة عندي هنا في ضمن الأمثلة اللي أنا حطيت لكم إياها، إنه هاي الهاوس برايس في ترين وفي تيست، هاي أنا بدي أحمل الترين، تمام، يفترض أعمل نود تانية كمان سي اس في، ليش مش حينفع؟ اوكي، فهجيت انا بحتاج لاحظ انه بما انه البيانات انا عندي مفصوله، تمام، فخلص هذا بحطه زي هيك، والبريدكتور يفترض اعطي له الموديل هذا بهذا الشكل، هيو سيل برايس سيلكتد، كيف؟ صحيح، هجيت هنا في قيم عشان في الترين والتست انه في قيم مختلفة في الهادي، في واحدة
بغض النظر عن الالجوريثم، بغض النظر عن الالجوريثم هالجيت تمام، بس انا بدي اورجي لك هاي البريدكشن. انت عندك روح لي على اخر حاجة تمام، في انت عندك هنا هذا سعره 280,000، هذا سعره 280,000، هذا 181.5 وهذا كيف؟ على نفس على عشانها نفس الداتا سيت، عشانها نفس الداتا سيت تمام؟ فجيت انت بدك بدك تعمل سكورر بدك تقول له انه البريدكشن مع السيلز، لا هي العكس. هاي الستاتستكس جاب لك هنا الار سكوير تمام، عندك مين ابسوليوت ايرور، عندك مين سكويرد ايرور، روت مين سكويرد ايرور اللي شرحت لك اياهم في المحاضره. كيف؟ صحيح، على لانه انا عملت تيست على نفس التريننج بارت، انه انا ما بديش اعمل فيكس للايشيو اللي موجوده هنا، لانه هنا هذا الملف انه مختلف عن هذا الملف، انه من ناحيه انه بعض النيوميريك فاليو في بعض الكاتيجوريكال فاليو في بعض السجلات انه هي موجوده. هنا بطلع انت عندك قيم تمام، شرحنا المتريكس هدول شرحناه تمام. هاجيت بدك تطبق خوارزميه ثانيه تمام، بدي استخدم الراندوم فورست. وبدي بريدكتور هيو السيل. هذا الالجوريثم بتعاملش مع الميسنج فاليو، فبقول لك انه انا حاعمل اجنور. اللي هم ايش؟ كيف؟
طيب تعال طلع لي هنا. هجيت هذا، انت عندك الار سكوير، انت عندك 69 هنا 14، هذا افضل من ناحيه الار سكوير. من ناحيه المين ابسوليوت لانه اقل ايرور هذا، تمام 14 من 100، 148 من 1000، وهنا عندك 695 من 1000، هنا عندك 29 مليون، هنا عندك 47 مليون، هذا افضل من ناحيه المين ابسوليوت ايرور. كيف؟ يعني هو عبارة عن مين absolute error، يعني الـ absolute error جاب المتوسط، يعني مجموع الايرورات في يعني هذا الايرور في فرق في سعر البيت 1000، هذا 3000، هذا 7000، عشان هيك بيجمع انت عندك بشكل كتير كتير كبير. اما الار سكوير عشان انه هو بيربع وبحط تحت الجذر بتطلع انت عندك القيمه قليله، لانه انت عندك بعد التربيع بعد الجذر انه بيصير انت عندك شو اسمه. هجيت هنا الفرق هنا 29 مليون، هنا 47 مليون، هنا 2 مليون، هنا 6 مليون، هنا 47، هنا 78، هنا 6000، هنا 22. لا هذا الوينر، هذا الوينر، يعني انه هذا افضل. فانت ممكن انه انت ايش تسوي؟ تطلع على البريدكشنز بعينك، تمام، وتشوف البريدكشنز هنا، وروح هيك على الاخر، هذا حقه 208000، هنا جابوا 279، هذا 307، هذا 372. فبالتالي انه في نوعا ما انه الاسعار كيف الفرق طبعا جدا عالي، يعني 500000، يعني كيف 500000؟ 500000 الفرق ماشي، ما هو حق البيت كتير كبير، لكن هنا شوف الفرق، هنا 206، هنا جاب لك 587، هنا فرق مهول في السعر، تمام. هنا انت عندك 260 الف، هنا جابوا 4 مليون الموديل هذا، ما تمام. فبالتالي انت عندك سعر بيت لما يكون حقه بمئات الالاف 500 الف، لما يكون في عندك ايرور ب 10000 100 الف 10000 انه مقبوله، تمام. وين 500 الف؟ انت عندك 500 الف، سيبني من عندك. تمام تمام يا شباب، يعطيكم العافية.